علي معلول، الركلة الترجيحية الأولى لعلي معلول. علي معلول وجماهير الزمالك الآن خلفه مباشرة، وأبو جبل في المرمى. علي معلول الركلة الترجيحية الأولى مهمة جدا، ولذلك تركيز كبير، التركيز كبير من جانب علي معلول. يتقدم الآن معلول، أبو جبل، معلول جول، معلول يسجل في وسط المرمى، في وسط المرمى مباشرة ويتنفس هذا الطفل. وضحكنا ضحكة طفلين معا. طبعا سعيد الأهلاوي لو كان واقف في مرمى طبعا أبو جبل كان أخذها، لكن حارس المرمى عادة، ولذلك الأهلاوي الآن يقفز من أعماقه لأن علي معلول سجل الركلة الترجيحية الأولى. والآن عن طريق محمود علاء الزمالك، محمود علاء دائما التوصية، ضع أفضل من يسدد ركلات الترجيح في الكرة الأولى، لأنك أنت مش ضامن تصل إلى الركلة الترجيحية الخامسة لأن تحسمها منك. محمود علاء، محمود علاء في هدوء، في قرار. محمود علاء ضرب الجزاء، ركلة ترجيحية، هدف للزمالك، هدف للزمالك، يسجل علي معلول مدافع يسجل، محمود علاء مدافع يسجل، وبالتالي زملكاوية الآن. السعادة للزمالك الآن، السعادة كانت للأهلاوية قبل قليل، والآن لدينا ركلة ترجيحية ثانية للنادي الأهلي، ركلة ترجيحية ثانية للنادي الأهلي. وكارتيرون طبعا فرحة من الأعماق، كذلك فرحة من الأعماق عندما يتعلق الأمر. ولدينا عمرو السولية على ما يبدو، عمرو السولية، عمرو السولية في ركلة ترجيحية ثانية لفريق النادي الأهلي. عمرو السولية الثانية، يتقدم، يسدد، هدف، هدف، هدف ثاني، كرة قوية على يمين أبو جبل. شوف المشجع الزمالك طبعا كان يتفاعل وكان ينتظر تصدي من جانب، لكن عمرو السولية بثقة، بقوة في الشباك الآن. هدف ثاني، هدف ثاني للنادي الأهلي، هدف ثاني للنادي الأهلي. والأهلاوية في حالة من الفرح بعد أن سجل عمرو السولية. والآن لدينا الزمالك، الزمالك عن طريق فرجاني ساسي، فرجاني ساسي التونسي، التونسي علي معلول سجل. ماذا عن التونسي فرجاني ساسي؟ فرجاني ساسي يسجل، يسجل، نعم يسجل، يسجل، 2-2. التونسي سجل، علي معلول التونسي، فرجاني ساسي سجل كذلك. وبالتالي الأمور الآن، ركلات الترجيح الأربع كلها سجلت، علي معلول، عمرو السولية للأهلي، محمود علاء، فرجاني ساسي لفريق النادي الزمالك. والآن لدينا ركلة ترجيحية ثالثة. طبعا الزملكاوية رجال، رجالة، ستات، أطفالا، كبارا، لا شك في حالة من الفرح. والآن لدينا ركلة ترجيحية، ركلة ترجيحية لنادي، النادي الأهلي، النادي الأهلي، النادي الأهلي، النادي الأهلي الآن، النادي الأهلي الآن، ويسجل، يسجل ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم، نعم ياسر إبراهيم لاعب الزمالك سابقا يسجل في مرمى الزمالك. محمود، عفوا، محمود متولي، محمود متولي، محمود متولي، آسف، محمود متولي، محمود متولي يسجل. وبالتالي يتقدم النادي الأهلي 3-2، والأهلاوي سعيد 3-2. الضغوطات الآن على الزمالك، الضغوطات الآن على الزمالك، وركلة ترجيحية ثالثة للزمالك الآن لأشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي يتقدم، يسدد، ويسدها الشناوي، أبعدها الشناوي، الشناوي يتألق في كرة بن شرقي، وبالتالي أول كرة، أول ركلة بتضيع، كرة، كرة أشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي
لكن يحسب بحارس المرمى الشناوي انه قرأها صح، اتجه للزاوية اليمنى وابعدها وحولها بالتالي، وضاعت ركلة ترجيحية هي الاولى اللي بتضيع الان. الان الدور على فريق النادي الاهلي انه يتقدم باربعة الى اثنين، يتقدم باربعة الى اثنين، ولدينا ركلة ترجيحية الان رابعة للنادي الاهلي، ثلاثة إلى اثنين، لأن الأهلي سجل كل ركلاته. ومحمد هاني يبدو لي، نعم محمد هاني الشاب الصغير، محمد هاني الظهير الأيمن الممتاز يتقدم الآن، يتقدم الآن ويصدها أبو جبل، أبو جبل، أبو جبل كان جبلا، أبو جبل كان جبل في الكرة الماضية، وصد ركلة ترجيحية من محمد هاني. وبالتالي اذا سجل الزمالك الان، هذه قراءه ممتازه لابو جبل، قراءه ممتازه، ذهب في الاتجاه الصحيح وحول الكره، وبالتالي انقذ مرمى الزمالك في الكره الماضيه. الان الدور على الزمالك، هل يكون طارق حامد؟ نعم طارق حامد، طارق حامد، شوف ريني فايلر، طبعا ريني فايلر وردة الفعل، والزملكاوي وردة الفعل، وطارق حامد طبعا مطالب الآن بأن يعيد الزمالك إلى التعادل. طارق حامد بخبرة كبيرة، محمد الشناوي بخبرة كبيرة، كرة في المرمى، كرة في المرمى قوية لا تصاد ولا ترد، ركلة ترجيحية يعادل فيها الشباك الآن، وتكون الأمور 3-3. ياهي إثارة، إثارة في المباراة بدون أهداف، وإثارة في ركلات الترجيح، وأضاع بالتالي أشرف بن شرقي، وأضاع بعد ذلك محمد هاني، وسجل طارق حامد، وكان ممكن نقول 4-2 للنادي الأهلي، ولكن الآن نقول 3-3، 3-3 للنادي الأهلي الآن. هذا هو اللاعب اليو باتشي، لاعب السنغالي الصغير اليوباجي، الركلة الترجيحية الأخيرة الخامسة والأخيرة طبعا لفريق النادي الأهلي. اليوباجي السنغالي القادم من رابد فيينا يتقدم ويسدها، أبو جبل، أبو جبل، أبو جبل، تصدي خيالي آخر من أبو جبل. إذا سجل الزمالك الآن مبروك، مبروك للزملكاوية. إذا سجل الآن عبد الله جمعة، عبد الله جمعة، كل الزملكاوية بيدعوا لك، كل الزملكاوية بيدعوا لك يا عبد الله يا جمعة. إذا سجل عبد الله جمعة نقول مبروك للزمالك، لكن العيون الأهلاوية تذهب إلى من؟ تذهب إلى الشناوي، الشناوي، من اجل ان يبقي النادي الاهلي في المباراه. اذا سجل عبد الله جمعه مبروك الزمالك، اذا صدها الشناوي تعود المباراه تستمر. عبد الله جمعه، عبد الله جمعه، عبد الله جمعه، مبروك يا زمالك، مبروك يا زمالك.